عند بحر الشوق فوق اليابس التقينا بطيور النورس أرجعتنا لصباحات المنى والأحاديث بعطر النفس يوم كنا إخوة في عزنا نصنع الحب رقيق الملمس. أمين تدفعني دفعا كما قلت الحديث اللي في الحقيقة حديث حساس يعني حتى لا نكذب على أنفسنا لأننا نلمس جرحا في مجتمعنا الذي نعيش فيه، ومع الأسف الشديد هذا الجرح لو كان بعيدا عنا لسكتنا، أما أن هذا الجرح يمس ابني يتألم منه ابني، وأصبح ابني هو المستهدف. إذا لم أدافع فأخذ مني ابني وابنتي، تكلموا عن المجتمع، لأن الإعلام والتعليم هم معاقد التأثير في أي مجتمع. الإعلام التأثير، مرابط التأثير، الكلام بأن هذا الأمور صغيرة هذا في حد ذاته مغالطة. أضرب على ذلك مثالين يتضح المقال. رجل خرج من بيته، يسكن في غابة، فوجد بيضة تمساح أمام بابه، عرفها بالبيضة التمساح، شافها مشى، قال ولده يا ابويا البيضة نقيسها، بيضة خليها بيضة وخلاص، مش رايح أدي لك. سافر الأب مع ابنه، رجع بعد أسبوع فوجد هذه البيضة وقد خرج منها تمساح صغير. يا أبي تميسيح، ما هو صغير تمساح؟ تمساح كبير منذ صغره، لا يصغر. قال يا أبي هذا التمساح الصغير ينبغي أن نقتله، إنه صغير. قال يا بني إنه تمساح صغير، ماذا يفعل لك؟ إنه أشبه بدودة. فبدأ ذلك التمساح الصغير يكبر رويدا رويدا، لكنه بدأ يكبر رويدا في غفلة الأب وابنه، خلاص تعودوا عليه. فلما بلغ أشده التهم العائلة. المثال الثاني، إنسان راح يتجول في غابة، صاب دخان يخرج من الغابة، شاب دخان، مش غايدي لي أنا الدخان، هنمشي وخلاص. هذاك الدخان بدأ يزيد، فإذا به مؤشر لبركان. لو أن هذا الإنسان نادى في عقلاء المنطقة وقال أيها الناس إن دخانا يخرج من هذا المكان، ينبغي أن ندرس ما هذا الدخان، علاش راه يخرج، بلك كاين مشكلة، بلك خط أنا بيبرة تاع بترول راه فايت منا وكاين احتراق، بلك. فلو أن هذا الرجل العاقل صاح ونادى في الناس لنجا ونجت كل المنطقة. أما إذا ترك حتى انفجر البركان فستكون النتائج كارثية. هذا هو المثال الذي يجرنا إلى الحديث عن المسألة هذه، ما يحدث في مجتمعنا. لو أن المسؤول عن هذه القضية
نزع كتب نزع البسملة. أنا مانيش نقول باللي نهول منها، ولكن نخاف أن تكون الأكمة التي وراءها ما وراءها، وهي كذلك الحقيقة، وهي كذلك. ونحن نستشعر ونشم رائحة، لأنه أيوة إخوة ما لازمش نكذب على المجتمع نتاعنا. أحسن طريقة للعلاج أن تعترف بالداء وأن تشخصه جيدا. ينبغي أن نقول لأبناء مجتمعنا ولأمتنا أن الصراع كبير، والصراع اللي موجود هو صراع حضاري، صراع بين أمة ممكنة في الأرض اللي هي الغرب، الغرب الصهيوصليبي، أقولها بكل صراحة الصهيوصليبي لم يتخلص من صليبيته، وزاده على ذلك تمكن الصهاينة اليهود من مفاصل التأثير في هذا الغرب. صح. يعني فحدث اندماج لم يكن موجودا من قبل، اليهود لم يكونوا مؤثرين في الغرب كما هم الآن. حتى القرن السابع عشر نعم. لم يكن لهم يعني. فتلاحظوا إخواني الكرام كان صراع حضاري، ما لازمش نكذبوا ونقول يستهدفون سلب حضارتنا، يستهدفون مسخ هوية، حتى المسخ اللي رانا فيه هما مش قابلينه، الليل يزيد. لابد من تحطيم كل عناصر المناعة في المجتمع، لازم تتحطم هذه عناصر المناعة حتى نبقى بدون مناعة، ثم بعد ذلك يفعلوا بنا ما يشاءون. إن شاء الله لا يفلحون إن شاء الله. وقد يقول لي واحد يقول لي لا رانا في مجتمع واحد، لا رانا في مجتمع واحد، ولكن كاين إشارات تقول باللي كاين ناس راهم يستهدفون حضارتنا، يستهدفون هويتنا. صح قلعت لي البسملة اليوم وسكت أنا، ضربت النح، هاي بيضة التمساح. غدوة تقول لي لا التربية الإسلامية هذه ما نحتاجوهاش على ما فيها من قصور. وقد قيل أن سوق العمل لا يحتاجها، لا يحتاجها. قيل من غد واش تقول لي تجيني ثاني بحاجة واحدة أخرى، لا لا نقروا بالعامية اللغة العربية هذه ما بعد وقد قيل وقد قيل نعم. هذا تمسح صغير زاد ومن بعد تمسح بدأ يكبر. نعم. حتى يجي يوم يقول لك أودي لا 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 لابد من فصل الدين نهائيا عن التعليم، تولي بسم الله الرحمن الرحيم كون يصيبك كتبها في ورقة الإجابة تقصى من كما يفعلوا الغرب الآن. أي بحث علمي فيه غير اسم الله عز وجل لا يعتبر بحثا علميا ويقصى صاحبه. هذه شيخنا نقول لك وقت قيل. نعم. فإخواني الكرام نحن لا ندعو إلى 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 ما نش دعاة، ولكن ينبغي أن ننبه باللي كاين محاولات، حتى هذا الفتيتان تاع الهوية اللي راهي موجودة يريدون مسخها وسلخ أمتنا نهائيا منها. مع الأسف الشديد نحن نرى كي يجي واحد يقول لك باللي البرنامج اللي راه 12 مستشار فرنسي، يا سيدي قالوا ولادنا احنا 12 مستشار فرنسي يخلصوا بالأورو، احنا ولادنا مساكين كاين عندنا الخبراء ثاني احنا وعندنا المستشارين تاعنا، علاه تجيب لي المستشار الفرنسي؟ كما يحدث في بلاد اخرى وين كاين الناس كاين أمريكا تشرف دائرة مراكز للإشراف على صياغة منظومة تربوية في بلد ما. فالإشكال كبير والمعركة تاع الصراع الحضاري هذا موجود. فإما أن تكون أن تحافظ الأمة وتسعى للحفاظ على هويتها بذكاء وبمنهجية وفي نفس الوقت بصبر وتؤدى، وإما سنفتش عن أبنائنا بعد زمن فنجد أن التمساح قد التهم كل شيء. أسأل الله العافية. الله إن شاء الله. قلنا ما قد قيل شيء. قلنا ما قد قيل. قد قيل وأخره إلى آخر الحديث يعني. وإلا فإن بدأنا به فهو الباقي عنه. أسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. يعجبني مفكر فرنسي في حديث معه سألته مذيعة قالت له هل أنت تؤمن بنظرية مؤامرة؟ كان هذا تقريبا في 2014 قالت له هل تؤمن بنظرية مؤامرة؟ قالها نظرية مؤامرة سنوات 60 و70 قالها الآن كل شيء على المكشوف.
هنا المؤامرة خلاص ما بقي شيء اسمه نظرية المؤامرة، لأنه لما نتحدث عن المؤامرة نتحدث عن العمل في الخفاء. اليوم كل شيء على المكشوف، من لم يرها الآن فهو أعمى، من لم يرى هذه الأمور فهو أعمى. يعني الذي يطرح على نفسه السؤال هل حذف البسمالة يتعلق ببرنامج لمسخ الهوية أم لا يتعلق بذلك، الذي يطرح السؤال هذا في ظني أعمى، أعمى وغيب عقله تماما لرمزية البسملة. وبعدين يعني كما يقولوا بالعامية دينا، وش دناك ليها؟ وش دناك لهذا الأمر؟ أنا أتذكر وأنا أدرس في الجامعة سرعة التعرف على الرموز المكتوبة، وأنها السرعة على التعرف على الرموز المكتوبة مرتبطة بالتعود. فكنت دائما أكتب للطلبة كلمة مثلا باللغة اللاتينية، كلمة تكون مركبة يعني فيها جذر وفيها سوابق ولواحق إلى آخره، أكتبها ولا تكون مستعملة كثيرا، وأطلب من كل واحد منهم أن يقرأها ويتهجاها. فمع أنهم يحسنون قراءة اللغات المتفرعة اللاتينية، ومع ذلك يعني يحتاجون إلى وقت لتهجئة هذه الكلمة. ثم أطلب منهم شيئا آخر، أقول لهم أغمضوا أعينكم من فضلكم، أقول لهم هذا ما هوش اختبار، أغمضوا أعينكم وأكتب على اللوح البسمالة، ثم أطبق اللوح وأطلبهم بفتح أعينهم وأفتح اللوح يعني مرة واحدة، أقول بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لهم أنتم في الحقيقة لم تقرأوا البسملة، أنتم تعرفتم على صورتها، لأنه الآن البسملة بالنسبة لكم بمنزلة العلامة الواحدة. الشيء الذي تتعرف عليه العين بمنزلة العلامة الواحدة، تصور مقدار تأثيره في ذهن الإنسان وفي عقل الإنسان وفي نفسية الإنسان. هذا يراد خلخلته، والله أنا أتصور بمنزلة من يريد أن يجتث مسمارا مغروزا منذ سنين صدئا وأعوج في لوحة، لو كان ينحيه سينكسر اللوحة. الذي يريد أن ينزع البسملة، والبسملة ما هي إلا أنموذج في الحقيقة، يعني هي حالة نموذجية، ما هي إلا أنموذج عن القيم الإسلامية. الذي يريد أن يجتثها من نفس الفرد المسلم حتى ولو كان صغيرا، ستكون النتيجة كسر شخصية الفرد المسلم، سيكون كسرا، لن يكون صناعة لشيء آخر. وأظل والله تعالى أعلم أن المشروع التغريدي لا يريد منا أن نكون مثله، ولا يريد لنفسه ندا، وإنما يريد لنفسه عبدا عبيدا، بل أقل من العبيد، ولا يمكن ذلك إلا بإفراغهم روحيا. إنهم يعلمون أن هذه الأمة إن كان لها من قوة حتى مع ضعف ما بين أيديها من الوسائل المادية، فهو ما يسكنها من هذه الروح العزيزة التي هي عزيزة بالله وعزيزة بعزة الله عز وجل، ولا يمكن إذلالها تماما إلا إلى هذه الدرجة. لو قسنا الأمور بالمقياس المادي فنحن أذلة منذ عقود، ولكن هذا الكيان الغربي القوي جدا على المستوى المادي من مخايل ضعفه، يقول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، من مخايل ضعفه أنه سيبقى يخشاك ويخاف منك أيها المسلم ولو بقي في صدرك آية واحدة، لأن الآية تجر أخواته. فهم يريدون في العالم الإسلامي مسخا، ولا يريدون من يشبههم أبدا، هذا لا يراد منهم. ف يعني قبل أن نتحدث ربما في مناسبات أخرى عن قضية إصلاح التعليم وغير ذلك، أقول أقل ما يمكن أن يقدمه المسلم أحرز وليدك، كما كان يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: غلوا مصاحفكم فإني غال مصحفي. ولدك لا تترك أحدا يستربك منك. إن لم يعلم في المؤسسة الرسمية، ونحن نطمع أن في داخل المؤسسة الرسمية هناك الشرفاء الذين يقومون إن شاء الله تعالى على إعادة الأمر إلى نصابه، فكل تقصير تشعر به في هذه المؤسسة فلا تغفل عن أن تستكمله أنت بنفسك بتعليم ابنك، بتعليمه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو، وأن لا تقطع صلته بتاريخه، بانتمائه، بحضارته،
برسوله صلى الله عليه وسلم بأصحاب رسوله بالنماذج العليا في هذه الأمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من هذه. اسمح لي يا أستاذ أمين أن نشوف يا نسيم الوصل هذا مجلسي ومضينا ومضينا. مشروع علمي أو عملي يعني تقوم عليه سواء فكرت فيه خلال هذه الأيام أو أنت عزمت على أدائه قبل نسيم؟ والله ما كذبش عليك، أنا المشروع تاعي فريتها مع سيدي ربي. صحيح أنا أعتبر نفسي محظوظ في جيلي، أنا جيلي الآن بلغ أو هو في بداية العقد السابع، وأنت تعرف أنه المؤلف والمؤرخ والباحث حينما يبحث عن قمة السعادة هو أن يطبع أعماله الكاملة. إحنا الآن في الجزائر نعتبر أنا وجيلي نعتبر أنفسنا الطبقة الثالثة في طبقات المؤرخين. إحنا عندنا الجيل الأول هو جيل المبارك الميلي، جيل عبد الرحمن الجلالي، جيل توفيق المدني، وأنا أضفت إلى هؤلاء مفكرين وباحثين وسياسي وكبيرين، محمد الشريف ساحلي والأستاذ مالك بن نبي. هذه الطبقة الأولى التي كانت تنفع الهوية، كانت تنفع العربية، وكانت تنفع على تاريخ جزائر ودولة جزائرية. وبعد جيت الطبقة الوسطى اللي هي الطبقة أو التي أسست ما يسمى بملامح المدرسة التاريخية، وهؤلاء يبزهم شيخ المؤرخين. أستاذي أنا مريد في مدرسة الدكتور سعد الله رحمة الله عليه وأسكنه في السياحة جناته، والدكتور سعد الله وأضرابه من المؤرخين هم الذين نافحوا عن تاريخ الحركة الوطنية، تاريخ الحركة الإصلاحية، بالرغم من تكوين بعضهم بالمدرسة الفرنسوية ليكول فرانكو ميزيلمو أو تخرجوا في مدارس غربية، ولكن تبقى أنهم يشكلوا طيار إعادة كتابة حوليات الجزائر على الأقل من العهد العثماني إلى وفياتهم. هؤلاء هم الذين درسونا. أنا محظوظ أن أكون طالبا لسنتين عند سعد الله أو موسى القبال أو أستاذي الكريم عبد الحميد حجيات أطال الله في أنفاسه، ودكتور دهينة والأستاذ بالحميسي وقد تحدثنا عنه. هذا الجيل ذهبي بامتياز. احنا في نصنف في الطبقة الثالثة. أنا في الطبقة الثالثة أعتبر نفسي محظوظ جدا جدا جدا. هناك اثنان سبقاني بطباعة أعمالهم وأنا أعتبر نفسي الثالث، فقد جمعت حصيلة ما خربشت وما كتبت وما صهرت عليه لمدة 37 سنة، والآن خرجت الأعمال غير الكاملة في 23 كتاب أو عنوان في 12 مجلد في حوالي 5700 صفحة باللغتين العربية والفرنسوية. وطبعا عندي القسم الثاني الآن صدر في بيروت، هي عبارة عن 6 كتب في مجلدين كبيرين في دار ابن كثير من أكثر من 1300 صفحة. والآن أنا مشروعي أو ما بقي من هذا المشروع، ما عنديش كتابات جديدة، هي عبارة عن ما لم تسعفني ظروفي لطباعتهما. أنا مثلا حققت تحقيق جيد كتاب إيقاظ الوسنان للإمام الشيخ محمد بن علي السنوسي، وعندي كتابات كثيرة جدا على هذه الحركة التي أعتبرها في منافحاتي وكتاباتي حركة إحيائية في إطار النظام الجامع الإسلامي التي أسسها السلطان عبد الحميد ومحمد عبده وجمال الدين الحسيني الأفغاني. وطبعا أنا عندي مشروع وبديت فيه، يعني هي أنا أسعى الآن إلى ترجمة بعض أعمالي خاصة كتبي المتعلقة بتاريخ المرابطين. صحيح أني ما عنديش القدرة الكافية والوقت لترجمة عمل كبير جدا اللي هي دكتوراه في حدود 1278 صفحة، ولكن أنا بحثت لها عن مؤسسة إسبانية ستقوم بترجمة هذا العمل إلى اللغة الإسبانية، لأنها جدير أن تكون موجودة في رفوف جامعات إسبانية تشتغل على الفيلولوجيا والتاريخ الغرب الإسلامي والأندلس والمرابطون تحديدا. هذه تقريب المشاريع تاعي، ولكن ما عنديش حاجات جديدة،
ما عدا بعض الدراسات والأبحاث التي لم تطبع ككتاب بانوراما، بل هي موزعة شتات في بعض المجلات الجامعية المتخصصة. هذه تقريب الأعمال تاعي. كلمة أخيرة. أنا سعيد بهذه الرحلة الطيبة مع هذه الوجوه الكريمة، خاصة مع هؤلاء الشبان الذي دائما أنصحهم أن لا يقوموا بالحرقة من جيجل ولا من بجاية ولا مسكيكدا إلى أوروبا، لأن العودة إلى الدفء الأم ودفء البلد في وهران وبالعباس والجزائر أحسن لهم بكثير جدا من الحرقة. والأمر الثاني، أنا أتمنى لهذه القناة الاستمرار والانتشار، لأنها تبث كلام طيب لشيوخ وأساتذة في شتى أصناف العلوم، وبارك الله فيكم. ومضينا. أنا وددت أن أعلق وأصل بلغة الفقهاء حول ما ذهب إليه سيدنا الحاج، حول فقلت أننا نابليون بونابرت ذكي جدا، وتدخل على مستوى في وسائل الإعلام المعاصرة هي لفت الانتباه وتوجيه الرأي العام. نابليون بونابرت جاء لغاية مدروسة بشكل جيد، والدليل على ذلك أنه حمل معه علماء من شتى التخصصات والأصناف، علماء الدراسات الفرعونية، علماء الفلك في حيث وضع أول مرصد فلكي في أبي قير، مطبعة بولاق التي ستصبح بداية ما يسمى بالصحافة المكتوبة، ولكن أكثر من ذلك جاء ليجهض يقظة ونهضة بدأت تجمع شتاتها في نهاية العصر المماليك. والدليل على ذلك أنه يوم تمكن من هزيمة بقايا الجيوش المملوكية واستولى على الإسكندرية، ساح في الأرض فساد أو شاع فساد فظيع جدا من الإسكندرية إلى القاهرة. ودخل القاهرة نابليون بونابرت وجد مجتمعا غير مستعد للحرب، لكنه كان يملك وعيا بخطورة وجود الفرنسيس، هكذا كما سماها من الجبرتي في كتابه. وطبعا أولى المسائل التي قصدها نابليون بونابرت هو في كيفية هزيمة الأزهر الشريف. وطبعا أنا أذكر من مقروآتي قديما من أكثر من 40 عام أن هناك شاب متميز صحفي رائد جدا كان يساريا، كانت تمدحه البرافدا الروسية آنذاك، هو الأستاذ جلال كشك. نعم. جلال كشك كتب موسوعة من الكتب رائعة متميزة، وأولى هذه الكتب كتب موسوعي كبير جدا، طبع أكثر من طبعة في حدود 600 أو 700 صفحة ودخلت الخيول الأزهر. وهذه تذكرنا بمحطة فاسدة في التاريخ، مثل ما كان يتكلم الأخ محمد بن عيسى، المحطات الفاسدة في تاريخ أمة من الأمم، ولو كانت الأمة الخيرة ولو كانت الأمة الوسط أو الأمة الشاهدة على الناس، لكن تبقى أنه إبراز الجانب السيء من هذه الأمة وتقديمه وعرضه بشكل جيد لأمم أخرى للدلالة على فسادها في مسار تكوين حضارة الإنسان هي الخطورة بعينها. لذلك نابليون بونابرت يوم تمكن من الدخول إلى الأزهر شمعه وسجن العلماء. وفي نقطة مهمة جدا، أنه في مصر في هذه الفترة التي جاء إليها نابليون بونابرت إلى حدود 1805 أراد أن يفتن بين الأثينيات الموجودة في القاهرة والإسكندرية، لكن الثابت وهذا رائع جدا أنه الذين شاركوا في مقاومة جيوش صليبيين في عهد نابليون بونابرت المسيحيون الأقباط المصريين ممثلين في شخص عمر مكرم، وكذلك علماء الأزهر الشريف وبقايا المقاومة المملوكية التي انساحت داخل صعيد مصر. وفي هذه الفترة ولخمس سنوات كاملة كانت آلة التغريب تفعل فعلها، ولذلك حملة نابليون بونابرت نفسها هي التي تحدث عنها سيدنا الحاج، أنها هي التي أوقعت الأمة في جدل، هل مجيء نابليون بونابرت من الإسكندرية ثم تشميعه للأزهر الشريف هو بداية اليقظة والنهضة كما يقول بعض المفسدين من القوميين والشيوعيين، أم أنه قد أجهض ثورة هي في طريقها لإعادة إصلاح مصر في سكتها الطبيعية.
وبطبيعة الحال لم تخرج مصر معافاة من حملة نابليون بونابرت في 1805، لأن الذي سيتسلم السلطة هو أيضا رجل دخيل على المجتمع المصري، هو محمد علي باشا. محمد علي باشا هو الذي بدأ يفكر تفكير سيء، هو محاولته إقامة في الظاهر شيء لخدمة العرب، هو تكوين دولة تبدأ من جبل طورس إلى أقاصي الدنيا حيث يتكلم الناس باللغة العربية، وتعتبر عند القومين هي بدايات ما يسمى بتشكيل أمة عربية بعيدا عن حاجة اسمها أمة إسلامية. لكن في الحقيقة بالرغم مما أنتجته هذه الحملة من موسوعة كبيرة جدا تزيد عن 20 مجلد باللغة الفرنسوية، هي وصف مصر ديسكريبسيون ديجيبت، ثم ما ترك نابليون بونابرت من مطبعة وبرج فلكي لمسح أراضي مصر في التاريخ، لكن تبقى أنه مسائل التغريب تبدأ من هنا، وبداية التفريق بين المصريين تبدأ من هنا، ولذلك تاريخ مصر سيدخل في لعبة جديدة في هذه الفترة بين بدرسي أو سلطان جديد هي الفرعونية في مصر والأشورية في لبنان وسوريا والشام والبربرية المقيتة جدا في شمال إفريقيا. ولذلك أعتقد أن الغرب خبيث جدا بما يملك من إمكانيات توطين سرطان في جسم إنسان مسلم منهك عبر الزمان وعبر المكان بصراعات داخلية لم يكن هو مسؤول عنها، بل الغرباء الذين يسعون من أجل تفتيته وتشويهه هم الذين فعلوا هذه الفعلة. وأسلم لكم الكلمة فأقول أنه هذه القراءات المبسترة، هذه القراءات المغلوطة لتاريخنا سيتولها الغرب بعد ظاهرة الاحتلال، احتلال الجزائر في 1830، ولذلك سيبدأون في إعادة صناعة وتشكيل عقل مسلم جديد له الولاء للقوة الغربية وله عودة إلى الذات، لكن بلغة مغلوطة هي محاولة تشجيع ما يسمى بالإسلام الطرقي، بالرغم من أن الطرق الصوفية خاصة كالرحمانية وهي طرق عالمة مجاهدة مكافحة التي تصدت للغزو الصليبي الذي قام به الفرنسيون والإنجليز والألمان في إفريقيا وفي آسيا، وطبعا المعركة دائما تتجدد والأرض هي نفس الأرض لكنها بأدوات وبلغة وبوسائل وتقنيات عالية قد تغيب في كثير من الأحيان عن بعض النخب المغيبة في تاريخ أمتهم. جزاكم الله خيرا، كلام نفيس، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. ليس فيه غير آيات الهدى أو حديث أو كلام قدسي، حينها أنشدت شعري فرحة يا نسيم الوصل هذا مجلسي.